هاي اغرب صدفة صارت معي في فري فاير. دخلت الى حسابي ولاحظت انه انا عندي 950,000 جولد، ولاحظت انه بقي بس 8,000 مشترك ويصيروا اشتراكاتي مثل الجولد اللي عندي في فري فاير. ودخلت الى جوائز الكلان اخذت 2000 جولد، هيك صارت عندي 952,681. يا شباب كلكم اضغطوا على صورة قناتي، ادخلوا اعملوا اشتراك حتى يصيروا عدد المشتركين مثل عدد الجولد اللي عندي باللعبة. ولما يوصلوا المشتركين لعدد الجولد راح انزلكم اكواد نادرة ونعمل صورة ونحطها في منتدى القناة. كلكم حطوا لايك واشتركوا في القناة.